مرحبا بكم مرة أخرى في الدوزيام بارتي من لعبة عندك إكسترا. كنت تشوفوا في الأجواء جميلة في كارفور منارة سيتي كيفاش كانت بين لي كانديدا وتواجينا هوني للبلاتو باش نشوفوا شيف لاميا وليزاستيس نتاعها. عسلامة شيف. عسلامة نورس، مرحبا بكم. في مازلت سافا في فورما ولا؟ لا لا في فورما لاباس. فورما وكملي بلاسي ما قلبكش. لا لا هايبي. اليوم باش نعملوا منو بالطبيعة ديما كيما قلت لك نحبوا نركزوا على شوية صحي ومام تو ندلوا روحنا شويه كامل. وفي برشا مكونات غذائيه باش نجم صايم يهز بدنه. فوالا شنو حضرنا؟ نعرفش اني انا باش نعمل ثلاثه حاجات، ما نجمش نحكيو على السلطه مي راهو السلطه نحاولوا تكون اساسيه في الطاوله نتاعنا. باش نعملوا ان انتري ساهل ساهل برشا. باش ناخذوا الخبز الشرقي اللي هو يسميوه التورتيلا. فوالا باش نعملوا بيها لونتري نتاعنا. المكونات اللي فيه باش يكون فرماج عظام مسموط، نجمو نحطوا تون كيما نجمو نحطوا جامبون كيما نجمو نحطوا معدنوس. هذا بالنسبه للونتري. البلا برانسيبال باش نعملوا كوردون بلو والكارنيتور نتاعو باش ناخذوا مقرونه لانتيغرال نتاع لي بيدور. وبالنسبه للديسير باش نعملوا دي بوليت انرجيتيك. لي بوليت انرجيتيك شنو هو؟ احنا عطيناهم اسم علاش خاطر فيهم كيما نقولوا احنا فيهم برشا طاقه. برشا طاقه اللي هي الشوكولاته شويه براونيز دايلين والشوفان بي وشويه بيان سور المكونات الزوز الباز اللي هي زبده ديليس والكريم فريش ليكيد ديليس. دونك سينا معناها هذا يظهر لي منو باهي شخشخ ومدلل وميم تو هيلثي شويه. باهي باهي باش نبداو توا جوج برك نجيب لك حاجه انا جامبون مليحه شنو تحب؟ ماذا بيا الغوندي الكبير باش نخدموا بها الكوردون بلو. وكيف العاده نقول لكم مؤسسه الهادي بن عياد هي الاولى في البلاد وهاو الفريجيدير نتاعها الكبير تبارك الله شوفوا قداش ينجم يهز. انا توا باش نجبد هذايا شايف الكبيره هاو كالفوق اكبر واحد اي الكبير بوكا هذا هذيك هو اي داكوغ باهي نعم جبت لنا جامبون. باهي هذاك توا باش نقصوه دي سلايس جويتين. باغ كونتخ توا باش نبدا جوست نحضروا الفاخسة نتاع التورتيلا. الماء سخون تحب نحطوا المقرونة؟ ما تحطرنيش جوست شوية خاطر هي جوست غارنيتور. علاه اخترت الانتيغرال لي بيدور؟ أنا قلت لك نحب أولا نحب ماشية في الهيلثي في الهيلثي شوية ومام تو الكولور نتاعها مع الصوص بلانش اللي باش نعملوها باش تجي هكا صافا هكاك صافا. نقصها ولا نخليها هكاك؟ لا لا خليها هكاك تو بطبيعتها تحطها في الميتة تطرخا وتهبط بحدها وحدها. هوني انا نحضر في الفاقس حطيت شويه عظم مسموط مقصوص طروف شويه تن وباش ناخذوا شويه جبن مرح نحلها لك هذه؟ ايه مش باش نستعملوها للكوردون بلو هذيك. باغ كونتخ نورس تجيب لنا الاسكالوب الماريني. باهي هذه القام جديده نتاع مليحه اللي خرجت كلها مفوحه حاضره. نقعدوا ديما في الكونتكست نورس اللي حكينا عليه اللي هو الغابيديتي نتاع لي برودوي الغابيديتي نتاع الاستعمال نتاع لي برودوي نتاع مليحه اللي سهلت علينا انهم يكونوا مفوحين حاضرين. الامبالي معناها جوست ما تحل الامبالاج نتاعك كو سوسوا باش تعملوا غريي والا باش تعملوا غولي والا باش تعملوا كوردون بلو ما تستحقش باش تفوحوا. واحنا ديما حارسين على ليسكالوب ولي فولاي اون جينيرال ماذا بينا يكونوا مفوحين دافونس معناها قبل نقولوا بنص ساعه ساعه. توا احنا في عهد السرعه ما عادش عندنا البوسيبيليتي هذا وهذاك علاش هي مليحه سهلت علينا الحكايه وعطاتنا لي برودوي تو باش نشوفوهم على طول شهر رمضان وقت نستعملوهم. برودويات حاضرين ماريني مريقلي جوست ما نحضروا نكمل نحضر الفاخس هذه ونحطوا التورتيلا في الفور ونبداو نحضروا الكوردون بلو. بقيتك انت حركت شويه المقرونه اي المقرونه باش هذايا انا جوست حضرت كعبتين وخليت الباقي باش يفهموا كيفاش لي تاب. ناخذوا اي حاجه اغونديها كي كوش حتى كيسرى عادي باش ندخلوه في الفورميت هذايا. ننزلوا عليه هكا سي خذيت الفورمه ونحطوا الفاخس نتاعنا ديما نعاونوا باليد باش ما تتقبلناش الزبده. نقول لك الشوكولا زيدها شويه زبده كيما بكري خذ 25 غرام هاكا المقمره هي ديجا الكراماج اللي ما عندوش ميزان يلقى 25 50 75 100 غرام
هذه زبده ديليس بالطبيعه. ديليس هذاك مسهل علينا ديتاي، هذه زاده للي ما عندوش ميزان. نحطها مع الشوكولا. نورس تجيب لنا كريم فريش ليكيد باش نحطوها مع الشوكولا. اوكي. كريم فريش ديليس نحطوا شويه. راهو الديسير انت تو اللي قاعده تحط فيهم لي ديتايل كلهم، هما تو سير قريب تكملوا الديسير. قد ايه نحط؟ حط اربعة ابخي. اي حط شطر اربعة شطر هشطر حط. حتى المقرونة متاعنا قريب تطيب. بيه سي كملناها ونحطهم هنا في سقف الفور. هذوما كما شفتهم نورس كيفاش منظرهم كما الوردة كي تحطها في ال شو نقصو سلايس متاع جامبون بالطبيعة في الكوردون بلو، ماذا بينا يكون الجامبون الغوندين كبيرة شوي، هو فما ما أكبر راهو في لي برودوي متاع مليحة. سينو ناخذو هذا الموايا. هذه سي بون عليها. حاضرة طفيت انا عليها. حطها والشوفان. اي باش ناخذو الكيكة. باش نختار براونيز شوكولا. شوكولا هذيك علاش انا سميتهم دي بوليت انرجيتيك، على خاطر برشا شوكولا. برشا شوكولا وشوفان زادا حاجة مغذية. حركها خليني نشوفها سينو نزيدوها. كيف العاده نقولوا دايلين ساهل برشا، حتى كي هكا ترفس ويعطيك التوع هكاك ولا لا؟ اي اي مع البرودوي مع الريسيت هذا ينجح بالكدا. اي سهل لنا برشا الخدمه. باهي نحيها من توا. نحيها اي باش تبرد باش نجمو نفورمو البولات نتاعنا. البولات نتاعنا مقرونه نوما ما صفيها. اي صفيها تفي عليها. طفيت خليها تستقطر شوي. أي. نكمل نخدم لك هذوما البولات هذوما. هذوما بداوا يشدوا في بعضهم. مازال شوية. مازال شوية. نذكروا كيف العادة اللي مؤسسات الهادي بن عياد فيها الالكتروميناجي الكل، تنجموا تمشيو للشوروم نتاعهم وتشوفوا شنو عندهم واسوامهم وجديد نتاعهم اللي زفخة اللي على ذمة حرفائهم. باهي نورسي لازمنا نحضرو زيدا صوص بلونش نتاع ال خذ شوية زبدة والكريم فريش ليكيد. باش نعملو شطرها ديليس زبدة. حط شطرها وحط كريم فريش ليكيد. شطرها ولا لا؟ أي مسالش. باهي ونجيب لك كريم فريش بوتي. اي بي لازم نزيد كلها ذوبه. لا لا حط حط ما يصيرش ذوبه مع بعضها ما يصيرش. بي تزيد عليهم حاجه ولا لا؟ جوست حركهم خليهم يذوبوا. حط شويه ملح وفلفل اكحل. وباش تحط المقرونه فوقهم؟ تحط المقرونه نتاعك كهو وتولي الفحات نتاعها. اها بحذنا شيت غادي هنا. بي شويه فلفل اكحل شويه ملح.
بالنسبة للكوردون بلو أول حاجة نحطو بطبيعة حطينا دو سلايس بيناتهم الجامبون والجبن شرايح حطوهم هما من الأول في العظم ومن بعد نغطوهم في الشابلو بإيدي باش تقليهم بعد عاود ترجعهم للفور وإلا ليه؟ لا لا نقليهم أكاها نحط المقرونة توا؟ أي حطه انت استعملت المقرونة انتيغرال ايبيدور خلطتها مع الكريم فريش وزبدة ديليس كريم فريش ديليس ومش تحطهم حتى نورمالمون سافارا ولا تحب تخليهم خليت تشرب شوية السكالوب ماذا بينا يكون مشارح جويد حتى لو حليناه الماغيناه ولقيناه خشين شوية لازمنا نجودوه راهو والحاجه الميزه توا اللي نشم فيها انا في الفحات فما ريحه سيترون اللي في السكالوب السكالوب مفوحه بالسيترون هو الباز راهو بالنسبه للتفويح لي فولاي كل سيترون تحب نبداو نقليوه هاي هاني باش نحضرهم الزوز ونحطوهم الزوز مع بعض باهي بالطبيعه الزيت يلزم يكون سخون ايه و افدو ليه نخرج لنا الجونتري نتاعنا من الفوق اي ديجا لونتري حاضر برا باش تبدا تقليه اي باش نبدا نقليه ما نخرج هذوما قبل توا نعرفوا ديما اللي في رمضان برشا دبارات وبرشا كوجينات والمرأة تدخل بعضها حتى كيفاش تحضر وقتاش تحضر وشكون التبع وشكون الاسهل وشكون الارخص وشكون توا مثل كل الناس كلها في الطيب راهو اما انت شيف لاميا ديما لي زاستيس نتاعك تقول اللي هما هيلثي وصحيين وفيهم المكونات الغذائيه الكل اللي يفيدوا الصايم دونك كل مره تحاول تنوع تختار حاجه باش المرأة كي تعمل من بعد الطاوله نتاعها تلقى فيها كما قلنا المكونات الكل بالطبيعه هو بالنسبه كما حكيت انت تطيب الناس الكل تعرف الطيب ولا. لكن كيفاش الطيب الباز كيفاش بنا طريقه الوقت والايكونومي هذوما اهم حاجات في الليمونو اللي نختاروهم باش تكون البلا ساهل ونربح الوقت وفي نفس الوقت انت كيفاش تجيك الدباره كيفاش تجيك الدباره شيف هي الدبارة بالنسبة للناس الكل سولون معناها لي زانغريديون اللي عندك اللي موجودين في الدار اي سويفون ما انت عندك موجود في الدار وقتها انت طيب سينا اي راهو بالطبيعة ما واحد ما عنده حتى شيء هو صحيح من لا شيء نجمو نعملو شيء اما لازم باش يكون فما لي برودوي نتاعنا به حاضري باش ناخذ هريستي كام اي باش نحط شوية هريسة ماني قلت لك احنا ماذا بينا هيلثي ومش حار لكن هكا ساعة ساعة لازم ساعة ساعة نتوحشوا الحار في رمضان باش نحطوا جوست شوية هريسة من فوق باش كاينة الكولوغ الروج مع الجان باش يعطينا منظر مزيان وكم سي نعملوا فيه كاينها وردة وذاك القلب نتاعها جوست باش نقلب باش ما يتحرقلناش ونقصوا في الغازه ما يلزمش خاطر الزيت سخون هو من الاول اي ما يلزموش في سايح حمار يقعد لنا نايم من داخل ونذكروا ديما اللي عملنا الديسير نتاعنا دي بوليت انرجيتيك قاعدين يشدوا في روحهم بالقدا انت قد ما يكونوا ابرد قد ما تنجم انت بعد شكلهم كما تحب هذاك علاش نخلي فيه يبرد حاجه طبيعيه هو باش يكون من الاول سخون بعد يبرد الشوكولاته باش نذوبوها ومن بعد ما نحطوا المكونات الكل تبرد هي شويه ونفرموا البوليت نتاعنا على روحنا داكور وهكا يكون لونتري حاضر نحط الهوني المقرونة اي باش نحطوها في الصحن ونعملو ندريسيو الصحن نتاعنا كشربت الصوص بلونش بليها بالقدي بالقدي هذيك علاش انا خليتها خليتها باش تشد روحها شوية
وبعد نحضروا البولات. انت باش تحضر البولات وانا شوف اش بديت نعمل. ايوه هكاك هاي باش ما تنسيش التاي نتاعك. التاي نتاعي كيف العاده تاي كيوف اللي يكون حاضره على الطاوله التونسيه في رمضان السنه. نقول لكم راهو تاي بنين برشا، موجود بسكر ومن غير سكر. الناس اللي تحب زاد على الهيلثي تلقاه من غير سكر. هكا تنجم كان تعمل ديسير حلو شويه يكون تاي من غير سكر، يتباع في لي مغازات كارفور وكارفور ماركيت تلقاهم موجودين. باش ناخذ شوية جبن ونحطو فوق المكرونة. مليح، عطيني كل الصحة. مني بولات نتاعك اليوم باش ناخذو قطك كيوفي اللي من غير سكر. كيف العادة نقولو الباكيج نتاعو سهل برشا في الحلين، هكا يكون يتحل. ناخذو كعبة. انت بديت تسخن في الماء نتاعك؟ بديت نسخن في الماء نتاعي ديجا قاعد يسخن. شايف نستعمل لك فيسع فيسع هذا ما جاوبتنيش راهو قداش عندي ونسال فيك شنيا هذا؟ تو نجاوبك نار ستان جاوبك. مزت باش تقطع عليا؟ اي بعد رمضان. عملك في السوسباس. عملك في السوسباس. وقتها بتجاوبني، نحب نعرف وقتها بتجاوبني عليه. نجاوبك في اقرب وقت ان شاء الله. باهي. باش ناخذ انا طماط فريز كملته. اي كملته. يعطيك الصحة على نفسك. نكمل نزين جوست لونتري. انت تستنى فيا نورس هذا التاي نتاعك. سي بون تابا هذايا باش نخرجوا الاخر نخليوه شوى. دونك نبدا نحضر في التاي نتاعي. اي وانا هاني باش نحضر لك البولات ديجا حاضرين. حتى الكوردون بلو ديجا حاضر نورس. اي عملت سون سكر ولا بالسكر نورس انت اليوم؟ عملت من غير سكر اليوم. اي عز حاجه نقعد نخلط كيف العاده بين 15 و20 ثانيه تي كيوفي اللي ديما نقولوا اللي موجود على كل طاوله تونسيه. تي تونسي 100% يتباع في مغازات كارفور وكارفور ماركيت. ونحطو الكوردون بلو وهكا يكون المنيو نتاعنا حاضر. ويعطيك الصحة شيف فريمون ديما تعاوننا بالليزاستيس نتاعك وفيسع فيسع. وكي ترى المرأة التونسية هكا تقول مسهل وطيب. يعطيك الصحة شيف لميا، المنيو نتاعك ياسر أول حاجة خفيف ونصوروا بنين برشا خاطر نعرفك طيب بنين برشا. ثالث حاجة ما ننساوش باش وين اللي يتبعوا فيك ويحبوك كيفاش ينجموا يلقاوك؟ تابعوني على الباج فيسبوك ان شاء الله في لي ديريكت بقدر تربي على تيل شهر رمضان. ديما بدي روسيت خفيف وسهلين وديما الوقت يكون قريب لشقان الفطر بيان سور، خاطر ديما يكونوا لي بلا اللي باش نحضرهم جو بريفير نحضرهم ويشوفوا دي روسيت رابيد وسهلين كيما العاده. سينو هذاك الباج فيسبوك ولا اشين يوتيوب وانستغرام بيان سور. وما ننساوش باش نقولوا نعملوا ريميرسيمون تاعنا للسنتر. شكون؟ Femina Beauty. Femina Beauty. Merci beaucoup pour l'anglerie, bien sûr, ou le char. Merci. يعطيك الصحة. وكيف العادة نقولوا ميرسي للسبونسور نتاعنا الكل. أجواءنا كانت مزيانة برشا في كارفور منار سيتي. غادي كانوا نلعبوا لي كونديدا على شاريو في البروميير بارتي. باللعبة عندك اكسترا وتشوفوا زادة هنا في الدوزيام بارتي. المنيو نتاعنا كان حاضر مع الشيف لميا وإن شاء الله تكون عاونتكم وفدناكم في حصتنا اليوم. نتقابلوا في حصة جديدة من لعبة عندك اكسترا. باي باي.
بهريسه ما كيفنا حد يا 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 سيكام تقولي لك قوتنا في هريستنا. مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد.